بمفهوم الحرب، صاروخ تطلقه فصائل المقاومة الفلسطينية من غزة تقابله عدة صواريخ تطلقها إسرائيل كي تمنعه من الوصول لهدفه. بمفهوم المال، حفنة من الدولارات تنطلق من غزة تقابلها آلاف الدولارات تنطلق من إسرائيل. الحرب من وجهة نظر صاروخية. لديك آلة حاسبة؟ إسرائيل تخسر الكثير بلغة الأرقام. بحسب الجيش الإسرائيلي، تجاوز عدد الصواريخ التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية 3100 صاروخ في الأيام السبعة الأولى للحرب. كل صاروخ تطلقه حماس تبلغ تكلفته بالمتوسط 1000 دولار. الاعتراض من القبة الحديدية الإسرائيلية لصاروخ فلسطيني واحد تبلغ تكلفته بالمتوسط 75,000 دولار. إذا افترضنا أن كل واحد من صواريخ المقاومة قابله اعتراض صاروخي إسرائيلي واحد فقط مع غض الطرف عن نجاح أو فشل الإصابة، فتكون التكلفة خلال 7 أيام على الشكل التالي: تتكلف إسرائيل 232 مليون دولار، تتكلف الفصائل الفلسطينية 3,100,000 دولار. تقدر وسائل إعلام إسرائيلية حجم الترسانة الصاروخية لحركة حماس ب14,000 صاروخ، وتقول الفصائل الفلسطينية إنها أجرت استعدادات لحرب تستمر 6 شهور. تقول بعض التقديرات إن تكلفة الحرب اليومية تصل إلى 500 مليار دولار، مع الأخذ بعين الاعتبار المعلومة التالية: كل طلعة جوية للطائرات الحربية الإسرائيلية ضد غزة تكلف 100,000 دولار، وكل صاروخ يقصف نحو غزة يكلف 30,000 دولار. الخاسر الأكبر هي إسرائيل. في حرب غزة عام 2014 قدرت الخسائر الإسرائيلية المباشرة من صواريخ المقاومة ب 170 مليون دولار، لكن التكاليف غير المباشرة كانت أكثر بكثير. ففي كل يوم من أيام الحرب كان الاقتصاد الإسرائيلي يخسر 20 مليون دولار يومياً. كل صاروخ أطلق من غزة خلال حرب 2014 تسبب بأضرار مباشرة بقيمة 8,400 دولار فقط، لكنه تسبب في تكاليف عسكرية وخسائر اقتصادية قدرها 630,000 دولار. ومع تغير معادلة الحرب وأدواتها وتطور القدرات الصاروخية للمقاومة لتقصف مواقع حيوية اقتصادية مثل محطات تسييل الغاز وخطوط أنابيبه وضرب المطارات، تبدو المقارنة بأرقام 2014 غير صائبة. فخسائر إسرائيل من حرب 2021 ستكون أكبر بأضعاف مضاعفة.